أهلا فيك من مكان لذيذ بكرواتيا. آخر 4-5 أيام كنت عم بسافر كثير، فتقريبا فقدت إحساس المكان من زمان وما جبت كاميرا معاي، فما رح أقدر أصور الفيديوز الأسبوعية، فرح أصور هذا الفيديو بالسلفي. الموضوع اللي بخطر لي هلأ، كيف تبلش تستثمر بمواهبك، وليش الاستثمار بالمواهب هو الطريق الأول والأسرع للثراء المستدام. الطريق الأول والأسرع لخلق ثراء مستدام. شو يعني تستثمر بمواهبك؟ يعني الأشياء اللي أنت عندك إياها خاصة، اللي أنت بتعتبرها هوبي، تعتبرها هواية، ليه ما تكون هي أكثر محل بتحط فيه مصاري ووقت وطاقة عشان هاي الموهبة تصير خلاقة للقيمة؟ ورح أحكي لك سر هنا بسيط وصادم، وما بدي تكون من الناس اللي بصير يحكوا إيهاب بعرف هذا الحكي. الشخص اللي عنده هاي الذهنية عمره ما بتعلم، عشانه بفكر حاله عارف، عشانه سامع المعلومة. فبدي إياك تسمعها من محل أعمق. اللحظة اللي أي موهبة من المواهب عندك إياها بتصير خلاقة للقيمة، بتصير أنت مصدر الثراء مش جهة خارجية، فبتحرر حالك من عبودية المال. شو اللي بتحكي إيهاب؟ شو اللي قصدك فيه؟ هل قصدك يعني مفهوم روحي عميق؟ لا 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 لا، ما بدناش نحكي عن مصدر الثراء من مفهوم روحي عميق. خلي الموضوع بسيط، بسيط جدا. لما في عندك موهبة معينة بتقدر تطلع منها قيمة، انت بتصير مصدر اللي بتيجي منه الفلوس والمصاري، مش شركة. بتبطل موظف لشركة، بتبطل تعتمد على ناس انه هم يعطوك المصاري، بتصير انت الخلاق للقيمة عشانك استثمرت بموهبتك ووقت وانرجي كفاية انها عم بتحل مشكلة على مستوى سريع وعميق للعالم. يعني خليني اعطيك مثال بسيط. هلا هون انا بكرواتيا بكورس سبيكينج، هو من احسن الكورسات للسبيكينج على الارض. لما بدك تستثمر على هذا الليفل، تروح مع احسن ناس بدرسوا احسن تالنت، قد ايه بتفكر الاستثمار؟ رح يكون 5 دنانير ولا 5 دولار؟ اكيد لا، رح يكون مبلغ عالي. اذا حاب تعرف قد ايه المبلغ، المبلغ تقريبا 10000 دولار. يعني اي جت ا ديسكاونت 50%، بس ستيل المبلغ، لا يعني اذا بدك تشوفه من منظور غالبية الناس، رقم عالي. هلا ليش أنا بستثمر بموهبتي هاي المبلغ، مع أنه شخص ثاني ممكن يحكي بروح بشتري فيها سيارة؟ لأني فاهم أنه الاستثمار في موهبتي رح يأخذها لمستوى أعلى، فبتصير قدرتها على خلق القيمة أعلى وأعلى وأعلى وأعلى، فبقدر أعمل كورسز سبيكينج أكثر، بقدر أنا أصير أز سبيكر الريت تاعي أعلى، بتصير التأثير تاعي أعلى. وعشان يفاهم اني اكثر طريقة انا بعمل فيها تأثير هي عبارة عن الكلمات، فلما انا استثمر بهذا الموضوع بزيد. بس ممكن تحكي ايهاب طب انت اوريدي بتحكي منيح. هاي عقلية المش محترف. الشخص المحترف بيعرف لانه كل موضوع هو ملتي دايمنشنال، متعدد الابعاد. فلما بدك تمشي بطريق الاحتراف، بدك تصير تفهم الاشياء الارق والارق والارق والابعاد اللي جوا واللي جوا واللي جوا، عشان تكون مؤثر اكبر بهاي القيمه، وعندك قدره تخلق قيمه اسرع منها او بهاي الموهبه. فعشان هيك طريق الاحترافية ما بنتهي. يعني عمره ما رح يجي وقت أحكي أنا أوكي خلص تعلمت سبيكينج معناته ما بدي أتعلم زيادة، لا، عشان دائما في مستوى أعمق من التأثير، مستوى أعمق كيف تحكي القصص، مستوى أعمق كيف توصل المعلومات، مستوى أعمق كيف تعبر عن الأنماط الفكرية جواتك، مستوى أعمق كيف توصل الحلم اللي جواتك بطريقة أسرع. وعشان عندي حلم بدي أوصله للملايين، عندي رسالة بدي أوصلها للملايين، فمفروض أستثمر بهذا الموضوع. فالسؤال اللي عندي إياه إلك، شو الموهبة اللي رميتها وحطيتها هواية، وكيف بدك تبلش ترجعها كمصدر ثراء، مصدر قيمة إلك وللإنسانية؟ وهذا مش الطريقة اللي النظام التعليمي ببرمجها علينا. النظام التعليمي ببرمجنا إنه الهواية اللي عندك إياها هواية، الإشي المهم المعلومات اللي بتأخذها بالنظام التعليمي، رياضيات وعربي وإلخ إلخ إلخ. أنا ما بحكي إنه في مشكلة بهاي المواد، بس هل هاي مواهبك؟ إذا مش مواهبك، إذا أنت عم تستثمر وقت وإنرجي ومصاري فيها، معناته أنت عم تبعد عن مواهبك. هل معناته ما تدخل نظام تعليمي؟
لا هذا موضوع كثير اعمق بديش ادخل بمشاكل النظام التعليمي، بس بدك تفهم مش عشانك انت مثلا درست هندسه وعندك موهبه بالارت معناته بخليه هوايه، لا بخلي الارت الاساسي، بخلي الفن الاساسي وبتعلم من احسن ناس في العالم فيه، بستثمر وقت وطاقه فيه وهذا الاشي بصير قوه خلاقه. طب هل معناته الاشي درسته على الفاضي؟ لا رح تبني عليه، بس هوايتك هي الاساس، التالنت تاعتك هي الاساس. ليه؟ لانه المواهب اللي عندك بدي تفتح اذنك وقلبك تسمعني هم اساس رسالتك. السبب انه عندك موهبه موجوده مش صدفه، عشان انه رسالتك اللي اجيت فيها على الارض بدها مواهب معينة تحققها، فتفعيل هاي المواهب رح يوديك للسبب ليش هاي المواهب أصلا موجودة عندك. يمكن هلا الفكرة بلشت توصلك، بلشت تقتنع إنه الموهبة هي الأساس والموهبة بدك تستثمر فيها، وكل شخص في العالم عنده بير من المواهب، في شخص بالعالم ما عنده، في شخص عنده معتقد إنه ما عنده، عشان الروح مليانة مواهب. يمكن تفكر هلا أوكي هاب أنا معاك، بس أنا ما عندي هذا الوقت أو هذه الطاقة أو هاي مصاري أستثمر بهذا الموضوع. هذا belief system، أوكي؟ هاي معتقد مغلوط. إذا بتضلك تستثمر بهذا المعتقد معناته أنت عم بتضيع حالك وعم تمشي وراء نظام الخوف. هلا ما عم بحكي لازم هلا تروح تحط 10,000 دولار، يمكن مش هذا الليفل اللي أنت مفروض ترفع مستواك إله، بس ما بتقدر تشتري كتاب لواحد عنده موهبة قريبة من تاعتك، الموهبة اللي عندك إياها، ووصل مرحلة احترافية منه تتعلم المايندسيت تاعه. ما بتقدر تحضر فيديوز كل يوم عن هذا الموضوع، ما بتقدر تأخذ كورس شوية طلعك برا الكومفورت زون ماليا، ما بتقدر تبلش تعمل ستريتشنج تمد حالك باتجاه هاي الموهبة، واللحظة اللي بتمد إيدك لهاي الموهبة الموهبة بتمد إيد تانية وإيد تالتة وإيد عاشرة إلك وبتحضنك، خصوصا لما تفكر هاي الموهبة كي بدي أطلع منها قيمة، فبتتحول الموهبة لمولد للرسالة. فاللي رح أطلبه منك إذا أنت سامع جملة خلي هذا الموضوع هواية زي ما كان ينحكى لي، إيهاب أنت مهندس خلي موضوع التطوير الذات والروحانيات هواية، هواية خليه هذا إشي بتعمله بالجنب. ليه؟ إذا كل إشي بالطبيعة حوالينا، كل إشي بالكون حوالينا بيعبر عن حقيقته، النظام الواحد اللي بيحرك الطبيعة، كل عنصر بالطبيعة عم بيعيش حقيقته، عم بيعيش الجيفتس تاعته والمواهب تاعته. ليه أنت تكون عكس الطبيعة؟ معناته بتخسر. الإشي اللي أنت تربيت عليه من معتقدات مش شرط يفيدك. فرسالتي بالنهاية إلك من كل قلبي بحكيها، الهواية اللي عندك إياها أو بلاش الهواية، الموهبة اللي عندك إياها بلش حط فيها وقت أكتر، طاقة أكتر، استثمار أكتر، ورح تشوف كيف رح تبلش تزيد لما تبلش تعطيها وتفعلها. وشكرا لك.